نقطة مهمة قوي. عارف ان احيانا اللي بيوجعك اكتر من الذنب نفسه خوفك من عدم الستر، خايف صورتك اللي الناس اتعودوا عليها تتهز وتتغير. مجرد تتخيل ده بس ممكن يدمرك حرفيا، برغم ان ذنبك مستور وبرغم انك من جواك ممكن تبقى فعلا تبت، لكن عايش بخيالك في واقع تاني، واقع كله خوف ورعب من مواجهة الناس. خلي بالك ان ده من أصعب الاختبارات اللي بتمر بيها في الدنيا. ليه؟ لأنه اختبار بيجاوب لك على أهم سؤال جواك: الله أكبر ولا الناس أكبر؟ وأكبر بنسبة قد إيه؟ طبيعي الإنسان بسيرته وبتأثيره تمام، لكن برضه واصل معاك الموضوع لحد فين؟ ربنا ذكر لنا قصة في القرآن على موضوع السيرة وكلام الناس وشكلك قدامهم. سيدنا يوسف دخل السجن ظلم بسبب موضوع امرأة العزيز، مهما كان معروف براءته. تفتكر الناس ما جابتش سيرته بالظلم وكلام يمس الأخلاقيات والشرف؟ لكن في حاجة مهمة قوي ربنا ذكرها لنا في الآيات لعبرة في منتهى الأهمية. قال ربي: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والآية اللي بعدها: فاستجاب له ربه. فاستجاب له ربه إزاي؟ هي الاستجابة إنه يتسجن؟ ده نبي ودعا ربه، أمال إحنا هيحصل فينا إيه؟ الإجابة على السؤال ده هتظبط لك موازين كتيرة قوي من لخبطة تفكيرك وحياتك وعلاقتك مع ربنا والناس ونفسك. استجابة ربنا لسيدنا يوسف بإنه صرف عنه المعصية، ودعاء سيدنا يوسف دعاء بإنه يزيح عنه المعصية أيا كانت الضريبة، حتى لو سجنه سنين، حتى لو كلام الناس عليه. أنت متخيل إن سيدنا يوسف شايف إن كده ربنا نجاه؟ معنى الله أكبر لازم تطمن ان جواك فعلا صح. ده مفتاح التوحيد والحكمه من كل بلاء، والحكمه من انك تعصي علشان تعرف ترجع لله وبس، وتتوب لله وبس. لكن للاسف احنا ساعات كتير بنتوب للناس وبنستغفر للناس، وبنفضل في دوامه عباره عن جحيم كلها لوم للنفس ومراقبه البشر وخوف وقلق من عدم رضاهم، من احكامهم علينا. قاسي قوي اللي بتعمله في نفسك ده.